مرحبا يا شباب، معكم دلوقتي معي من قناة الطرنويس. رجعنا لكم فيديو جديد وهو G94G95 معدل أو سرعة التغذية. مثل ما شايفين هنا المجهولة عندنا مجهولة، أخذنا بالدروس السابقة أنه سرعة الدوران أو الدوران ينرمز إلى بالN، دوران الظرف. عندنا هون بيطلع عندنا سرعة القطع، هاي كان بيرمز لها بالVC. عندنا هلا التغذية. التغذية يا شباب تعريف بيقول التغذية هي حركة مستقيمة لأداة القطع أو للقلم، وتسمى أيضا بحركة التغذية الطولية. حركة التغذية الطولية بيرمزها بالVF. التغذية على سبيل المثال كتبنا G95F0.1، هذا يعني انه قيمة التغذية هي بالجي 95 هي 100 ميكرون لكل دورة، او ناخذها بشكل اوسع واسهل. على سبيل المثال نحن بالعادة بنكتب برنامج هيك، نكتب أول شيء الـ O0015، هذا اسم البرنامج. بعدين نكتب السطر الأمان، نجي بنكتب هون G50، تقييد سرعة الدوران لا يتجاوز 2000. بعدين بعدين بناخذ G96S500 دورة، أو 500 دورة كمان، M03 اتجاه دوران الظرف مع قارب ساعة. هلا بنجي هون نكتب G95 G95 G01 مثلا A محور الإكس برا، بعدين الإف 0.1 أو 0.2 التغذية هون عندنا 0.2، أي 0.2 ملي متر على دورة أو لكل دورة. هذا يعني 200 ميكرون، قلنا وحدتها ميكرون. على سبيل المثال قلنا كل دورة 200 ميكرون، إذا دار دورة واحدة هاي 200، كمان دورة كمان 200، كمان دورة كمان 200، يعني بكل دورة تقطع 200 ميكرون متر. الجي 94 او اذا حولناها على دقائق، بس نحولناها على دقائق، هون راح تصير عندنا، هون تصير عندنا على الدقيقة. معناته عندنا بكل 200 ميكرو، هون كل 200 ميكرو عم تقطعها بدقيقة، معناته دقيقة واحدة، دقيقتين، ثلاثة، ساي 3 دقائق. أي إنه كل دورة تقطع 200 وكل دقيقة تقطع 200 ميكرو. لكن بالجي 94 أو التغذية بدقيقة
ينكتب هيك. طبعا بينكتب مثلا بينكتب 50 100 200 300 هيك. اما لما يكون بالدورة نكتب 0.0.0.0. يعني هون عندنا هون عندنا الخمسين مليمتر في كل دقيقة. هون 200 ميكرون، أما هون 250 مليمتر. خلنا كل 1000 ميكرون بيعمل 1 مليمتر. يعني من هون لهون 50 مليمتر في الدقيقة. السرعة التغذية، طبعا سرعة التغذية، سرعة التغذية بكل أداة القطع بتجي مع كتالوجات محطوطة سرعة التغذية بالكتالوج. في شغلة تانية، سرعة التغذية بتعتمد على أشياء كتيرة. أنا على سبيل المثال أول شيء نوع عملية التشغيل اللي نحن بدنا نقوم فيها، نوع مادة التشغيل، نوع الماتريال، ثلاثة نوع ألماسة القلم، نوع مادة ألماس القلم، أربعة نوع درجة التشغيل نحن بنشتغل عليها، خمسة عندنا قوة أو قدرة الماكينة. طبعا في شغلة تانية كمان عندنا بالجي خمسة وتسعين بنكتبها 0.1 0.2 0.3. أما بالجي 94 بالدقائق بنكتب مثلا 50 100 200. في نقطة تانية، احنا لما نكتب هون البرنامج في شغلة تانية. طبعا بأول أسطر نحن نكتب مثلا G21 G90 وإلى آخره. إدخال بيانات بالمليمتر أو بالبوصة، نحن هون حطيناه بالمليمتر. يعني إذا أنت حطيت بيانات بالمليمتر هون كمان راح تكون بالمليمتر، إذا حطيتها بالبوصة هون كمان راح تكون محسوبة بالبوصة. طبعا G90 هي البرمجة المطلقة. طبعا هذا كان درسنا عن التغذية على دقيقة أو على كل دورة للسبندل. طبعا إذا عجبك الفيديو ما تنسى من لايك واشتراك في القناة.